مساء الخير اعزائي مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون الحياه، اهلا بيكم، يا رب تكونوا بافضل صحه واحسن حال. هنكون معاكم يوميا برنامجكم طبيب الحياه، استنونا من الواحده وحتى الثانيه ظهرا يوميا من السبت للاربع، تابعونا في الاعاده الواحده صباحا والسابعه صباحا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيخص شريحه كبيره جدا من المجتمع، ومش مرتبط بفئه عمريه معينه ولكن كل الفئات العمريه تقريبا. النهارده هنتكلم عن تجميل الاسنان وعن مشاكل الاسنان اللي بتقابلنا كتير. كلنا عارفين ان اهم الملامح اللي بتبين الاسنان هي اسناننا لما تكون مظبوطه، هتبين قد ايه ابتسامتنا جميله وهتبين قد ايه اسناننا متناسقه. النهارده هيكلمنا في كل جديد عن تجميل الاسنان ضيفنا اللي منورنا جدا في الاستوديو الدكتور شادي من مركز تشايني وايت. وزي ما معودينكم ان احنا هنقدم افضل الدكاتره في جميع التخصصات. هيكون معانا ضيفنا النهارده الدكتور شادي علي حسين، مدرس علاج الجذور كليه الطب الاسنان جامعه عين شمس، وزميل وعضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان الولايات المتحده الامريكيه، والمدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي، ودكتوراه علاج جذور جامعه عين شمس، ماجستير علاج جذور جامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتور، منورنا على تلفزيون الحياه. ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. سنانا كلها مكسره وفيها مشاكل كتير جدا. عايزين النهارده يا دكتور نتكلم عن ناخد فكره كده عن تجميل الاسنان. تمام. هو دايما الفكره السائده او الحاجه اللي دايما الناس تسمع عنها الرعب من دكاتره السنان، بالاضافه لعدم الثقه في الاخراج او النتيجه النهائيه في تجميل الاسنان. ان انا النهارده مثلا واحد عنده فرق في اسنانه، عنده سنه مكسوره، عنده سنه شكلها وحش، عنده سنه اتجاهها فيه مشكله، دايما بيبقى التفكير ان الموضوع ده يا اما ملوش حل، يا اما انه هياخد وقت كتير جدا علشان يتعالج، يا اما ان هيبقى فيه الم علشان يتعالج. يعني الموضوع دايما بيبقى فيه كومبليكيشنز او فيه عقد كتيره في الموضوع، ويسبب عقده نفسيه وياثر على نفسية البني آدمين، ان هو يشتغل، ان هو ينتج، ان هو يضحك، ان هو بنات كتير في سن الجواز ان هي اتخطب اتجوز، الكلام ده كله مضايقها موضوع سنانها ده بشكل رهيب جدا. فدلوقتي الفكر اللي احنا يعني دايما بنحاول نوصله للناس من خلال الاعلام ان لا، دلوقتي الموضوع اختلف. دلوقتي بقت فيه تخصصات، اولا تخصصات كل شخص فيه تخصص يقدر ان هو يعمل العلاج بتاعه بشكل ممتاز جدا. فطب اسنان غير دي كليه منفصله غير الطب البشري، فيها كميه تخصصات مختلفه، مش الدكتور الكشكول ده انتهى. تمام. الحاجه الثانيه اللي هي فكره التكنولوجيا، ان اصبح في تكنولوجيا، احنا الحمد لله قدرنا ان احنا ومجموعه من الدكاتره كبيره موجوده في مصر ندخل التكنولوجيا اللي موجوده بره مصر، ان يبقى عندنا ارى او طفره كبيره جدا في مجال طب الاسنان، من حيث ان احنا نقدر نشخص بشكل كبير جدا، نقدر نشوف حاجات ما كناش بنشوفها قبل كده، نقدر ان احنا نعالج في فتره قصيره جدا بدقه عاليه، نقدر نخلص بدون الم من غير مشاكل. يمكن ده يتلخص في مجموعه من الخطوات، ان احنا ازاي ان احنا نخطط لعلاجنا، وهنتكلم عن الكلام ده، وازاي ان احنا بنعالج، ثم ازاي ان احنا بنطلع نتائج من العلاج بتاعنا ده مبهره جدا. فده علم ما هواش حاجة تجارية، لا ده بالعكس، ده حاجة علم ومبني على أسس ومبني على دراسات ومبني على تقنيات. فهو إذن علم لشخص وتقنية. ويمكن دايما بتكلم في مقولة سمعتها من ولد من راجل دكتور فرنساوي عجبني قوي، قال لك it's all about the blend. يعني it's all about the blend، يعني الميكس اللي انت هتعمله ده ازاي ان انت هتجيب الدكتور المعين بالتخصص المعين، وازاي ان انت هتجيب الجهاز وتطلع من دول حاجه واو. زي هو بيقول لك ايه اتس بلاند، يعني ايه؟ يعني انا مثلا هاجي اعمل كيكه، فممكن واحد يبقى معاه البيض والدقيق واللبن ويعمل كيكه وحشه جدا ومفروله وبايظه، وواحد تاني يعمل كيكه تبقى براند. فاتس اول اباوت ذا بلاند. فاحنا لما بنيجي نشتغل ونخطط بنسخر التكنولوجيا مع الخبرات مع التقنيات علشان نطلع النتائج اللي احنا نشوفها مع بعض. تمام. دكتور كان معانا حاله عن اسراء عندها فرق في سنانها وعندها سنه صغيره موجوده، وهي سنها كبير مش صغير. عندها سنه، تعال نشوف يا دكتور ونتكلم عن الفيديو.
ان انا كان عندي فرق في اسناني وعندي سنه كمان صغيره، وده ما بيأثر عليا ان انا لا بعرف اضحك ولا اتصور براحتي، وكمان ان انا اعمل بريسز واقعد سنه ونص، لا ده موضوع كبير يعني، لا بلاش خالص. اكتر حاجه عجبتني في حلقات دكتور شادي انه عنده تكنولوجي عاليه جدا في السنتر اللي عنده، بيعمل كل حاجه في يوم واحد، يعني ما فيش حد بيعمل كده بيتهيألي اصلا في مصر كلها، ودي حاجه كويسه جدا وشجعتني ان انا اجي ولازم لا لازم اعمل فعلا سناني، وقررت ان انا اتواصل مع المركز وقلت لازم عايزين برضو يا دكتور نتكلم عن حالتها، وهي كان عندها فرق في الاسنان وكمان كان عندها سنه صغيره، وواضح انها يعني كانت كبيره مش هي اسرائيل، مش كبيره، هي بنوته صغنطوطه عندها حاجه و20 سنه. هي المشكله عند اسراء مشكله عند مشاكل ناس كتيره قوي، تمام، اللي هي فروقات الاسنان. هي عندها في فرق ما بين سنتين موجودين، في سنه مش موجوده اللي هي القاطع، كان عندها قاطع، انت عارفه دايما يمكن الناس ما تعرفش عندي 4 قواطع وبعدين النبين، فهي عندها القاطع الصغير اليمين اللي قبل الناب ما كانش موجود. فالناب ابتدى ان هو نزل مكان القاطع اللي مش موجود، الناب الدايم، والسنه اللبنيه بتاعت الناب ما اتشالتش. فيمكن لو بصينا معانا هنا في الصوره، هي عندها السنتين القاطعين اللي في النص في بينهم فراغ، اللي على الشمال ده الناب ما هواش. ده ما اتغيرش يا دكتور عشان نوضح برضو للمشاهدين، يعني السنه دي ما وقعتش، ما هي صغيره ما بدلتش. اللي هي الناب الصغير، اللي هي ليه؟ لان الناب اللي دايم نزل مكان القطع اللي مش موجود. ما هو باين اهو. تمام. فاحنا طب احنا عايزين نعرف اول حاجه، مبدئيا حابه ابتدي مثلا كحاله اسراء، لان هي اسراء كانت اكسايتد جدا وهي بتتكلم. احنا لما بنيجي نشتغل بيبقى في دايما كذا حل، يعني كتقويم ممكن في حلول في التقويم ان احنا نحل المشكله دي من غير ما نحضر السنان، في حلول في التقويم ان احنا نعمل تقويم شفاف بيبقى مش باين من غير برضو ما نحضر السنان، ولكن في ناس ما عندهاش اللكشري اوف تايم، ما عندوش الوقت، عنده خطوبه، عنده بتاع، او ما عندوش الاستعداد انه يقعد يعمل في تقويم لمده طويله. تمام. حتى ولو التقويم الشفاف بيبقى من 3 شهور ل 8 شهور، ده برضو احد الحلول اللي بتبقى متاحه وبتبقى لطيفه جدا طبعا. ولكن في ناس برضو مش عايزه كده، انا عايز استخر التكنولوجي واستخدم التكنولوجي بتاعتي في وقت سريع كمان، في جلسه عايز اخلص كل ده في جلسه، انا عايز اعمل ميك اوفر في جلسه، تقدر تعمل لي كده؟ نقدر نعمل لك كده. فبيبقى ده احد الحلول المتاحه للي موجوده في مصر، واطباء كتير موجوده، بس زي ما اتفقنا ان هي اتس اول اباوت ذا بلاند. احنا هنبتدي ايه؟ نبتدي اول حاجه نعملها، انا عايز اعرف ايه واتس بينيس، ايه اللي تحت الجبل الجليدي ده. انت فاكره دايما الصوره اللي بنشوفها جبل صغير كده، لما تشوفي تحت الميه تلاقي جبل جليدي كبير جدا. فدايما احنا في السنان عندنا كده، اللثه والعظم مغطيين بلاوي، فلازم اشوف ايه اللي تحت، واتس بينيس، ايه اللي تحت اللثه ده، ايه اللي تحت العظم ده، هل في قاطع تاني مدفون مثلا، هل في ناب او مفيش، هل الجذور دي سليمه، هل في التهاب تحت السنه ولا مفيش، بحيث ان انا ما اتفاجئش بعد كده ان انا لما اجي اعمل اي تجميل بقى حاجات زي كده او اي علاج ابص الاقي اتفاجئ بخطوه بعد كده، لا ده كان المفروض نعمل حشو عصب وما عملناش، لا ده كان ده انت عندك مشكله، لا ده انت عندك كذا، ده دلوقتي كان زمان ما بنقدرش، انما دلوقتي بقى فيلير، بقى دلوقتي نوع من انواع الفشل، ان انا لما اجي ابتدي شغلي ده ما يمنعش طبعا ان احنا لما بنيجي نشوف حاجات بتبقى فيه استثناءات، انما ما يصحش ابدا دلوقتي بعد الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد ان انا ابتدي شغل وانا مش عارف ايه اللي تحت السنه، او ان انا اشتغل في سنه وبعدين اقول للمريض انا ما شفتش الدنيا فيها ايه بالظبط. كلنا كمان بقينا عندنا الاهتمام بثقافه الاسنان، وكلنا عايزين برضو شكلنا يكون افضل. هنتكلم الدكتور عن اهميه الاشعه المقطعيه للاسنان، ما هي الخطوه، ما هي بالظبط هي دي الخطوه القادمه. يعني انا دلوقتي النهارده عايز شخص، لازم الستاف يبتدي ان هو يشخص لي عن طريق ان هو يستخدم التكنولوجي زي ما اتفقنا، اول اباوت ذا بلاند، يعني احنا بناخد السلوجن ده ونبتدي نطبقه في كل شغلنا، ان احنا اول حاجه بدخل المريض يعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد. تمام. كويس. الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد فايدتها ايه؟ معانا فيديو دكتور نشوف نبص عليه. دي المريض بيخش، ده الجهاز بتاع الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد، يبتدي يصور اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد ليه؟ علشان اشوف كل اللي تحت السنان دي ايه الاخبار، حتى ولو شخص ما عندوش حاجه خالص. كامل على طبعاً. الاسنان طبعا اعرف. تمام. كل يعني انا احيانا عايز اقول لك اللي بنشوفه بالاشعه المقطعيه يعادل 400% باللي بنشوفه بعيننا المجرده. ليه؟ لان انا بشوف كل اللي جوه السنه، يعني احيانا في سنان بتبقى مسوسه من جوه، احيانا في سنه محطوط فيها حشو وتحت الحشو في تسويس، احيانا في سنه محطوط عليها كفر او طربوش وتحت الطربوش في تسويس. دي بتبوظ الدنيا كلها، ده بيبقى مشاكل وما بنشوفهاش.
احيانا بيبقى في تحت اللثه تسويس ما بين السنتين وبعض، للناس اللي ما بتعملش فلوسنج والكلام ده كله، ما بتعملش تنظيف بالخيط. فده هعرفه منين؟ مش هعرفه بالعين، بالاشعه المقطعيه السويسليه. بالظبط دي يا دكتور غير البانوراما اللي احنا بنسمع. بالظبط هي نفس شكل الجهاز ولكن السنسور بتاعه مختلف، هو بنقدر نشوف تقنيه. يعني البانوراميك فيو دي بتبقى ال2 دي ايمج، ال3 دي زي ما احنا شايفينها كده دي أكثر. بتبقى عباره عن بتوريني الجمجمة، اكني خلعت السنه وفي ايدي، اكني شفت العظم في ايدي، عشان شفت الجيب الانفي في ايدي، اكني شفت عدد قنوات الجذور قدامي. تفرق معانا جدا جدا في وضع الزرعات. لما انا مثلا يعني احنا دلوقتي بنبلان ان انا السنه اللبنيه دي انا عايز اشيلها واحط مكانها زرع، فابتدي احط الزرع على الاشعه المقطعيه، ويمكن هنتكلم على ده في حلقات تانية كتير. تمام. ولكن بنحط بنشيل السنه على فيرتشوال. يعني ايه فيرتشوال؟ يعني تخيلي اكني شلت السنه، الكمبيوتر بيتخيل قبل ما اشتغل في بق المريض، نشيل السنه على الاشعه المقطعيه ونحط مكانها الزرع، ونشوف الكفر اللي هيبقى في النهايه. الرسم حضرتك بترسم بالظبط، بس هيكون مش إيه؟ بشكل ثلاثي الابعاد زي ما انت شايفه كده. ادي الزرعه اتحطت في السن في العظم، واكني حطيت الزرعه اكتوال، وبنبتدي ننقل الكلام ده لفم المريض. لو في مثلا هعمل سنه حشو عصب، ابتدي ان انا افتح السنه وابص عليها من جوه، اشوف عدد القنوات بتاعت الجذور، طولها، في مشكله تحتها ولا لا، اعرف كل حاجه قبل ما اخش للمريض، بحيث انا داخل اي ام دايركتد ويتش سيف ا لوت اوف تايم. يعني انا دلوقتي النهارده بشتغل، حضرتك لما بتيجي تروحي مشوار وانت مش عارفه هتمشي ازاي، هتضيعي وقت كتير جدا في انك تسالي وتدوري على بال ما توصلي للعنوان اللي انت عايز توصلي له، وده اللي بياخد وقت في الزيارات الكتير، سواء في الزراعه، سواء في حشو العصب، سواء في التركيبات، ان انا ام نيجوشيتنج، انا بدور. تمام. ده انتهى. الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد بتخليني دايركتد، انا داخل هنا بالظبط، انا داخل في عندي عدد معين من القنوات هفتحه لو هعمل حشو عصب، انا داخل في عظم شكله كذا هحط الزرعه بالشكل الفلاني بالاتجاه الفلاني عشان الطربوش اللي بعد كده هيتحط عليها بالشكل الفلاني ما يعمليش مشاكل لما نعمله، ما يعمليش مشاكل. انا هنا بدرس حاله اسراء، انا عايز اقيس المسافه لما بين الاثنين، هحتاج ادرس، لا انا عايز ازود من هنا كفر بورسلين، اللاير دي هتزيد 2 مللي يمين وهتقل مللي شمال، بحيث ان السنه تتحرك، تيجي السنه اللي جنبيها هبتدي ان انا الناب، انا الناب شكله مثلثي كده او مخروطي، هبتدي ان انا اخليه فلات، اقطعه من فوق واغطيه بكفر على شكل قاطع. أوكي. تمام. وابتدي السنه اللبنيه اشيلها واحط مكانها زرع واحط عليها ناب، يبقى انا غيرت مفهوم الشكل بتاع البنت تماما بثلاث سنين بس، كل ده عن طريق ايه؟ الدراسه. يبقى القاطع اللي في الشمال هقوم جاي. الموضوع مش زرع وخلاص يا دكتور، الموضوع دراسه، ما هواش يعني اي مش حاجه تعالي نزرع مش حاجات ستابس وتتحط وخلاص، لا اتس ساينس اند ارت. يعني برضو في جزء فني كبير جدا ان انت يعني دايما اتس اول اباوت ذا بلاند. يعني انا النهارده السنه دي هي اللي متحرك، خلاص انا درست وعرفت بالاشعه المقطعيه ان السنه دي متحركه شويه، فابتدي اجيب السنه دي يمين شويه عن طريق هزود بورسلين هنا واقلل من هنا، اقطع من السنه دي من هنا، اجي السنه اللي جنبيها الناب ابتدي ازود الحته اللي انا نقصتها من الناحيه دي واخليها مسطحه بدل مخروطيه فبقت قاطع. اجي السنه اللبنيه اقوم شايل السنه اللبنيه واحط مكانها زرعه واحط عليها الكفر. فاول خطوه عشان اعمل كده، عشان احرك ده، لازم احرك اللثه. طب احرك اللثه ازاي؟ عن طريق ان انا بشكل اللثه بالليزر، اقوم جاي الليزر. بالليزر اقوم جاي التقوس بتاع اللثه ده كده، اقوم جاي عايز اخليه هنا، فاقوم جاي مغير شكل اتجاه اللثه بالليزر، اقوم مقاطع اللثه بالليزر، مغير التقوسات، اكني شفت السنان او حركت السنان قبل ما احرك السنان. يعني جلسه واحده يا دكتور، كل اللي انا هنتكلم فيه ده بجلسه واحده، كل الشغل واللزق كل اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ترول حلقه في جلسه واحده، احنا بنخلصه في مره واحده. تمام. تمام. بنبتدي ان احنا نشكل اللثه بالليزر بحيث ان احنا نستقبل السنان في الفيوتشر بوزيشن. يعني انا النهارده انا عندي السنه كده هتبقى هنا، فابتدي اشتغل في اللثه بالليزر الاول، اشكل اللثه، يبقى اللثه دي جت كده، التقوس بتاع اللثه ده جه كده. طبعا دي النضاره اللي بنلبسها علشان خاطر الليزر طبعا ما ينفعش تعرض له العين، لان في برضو ناس بتقول على اللمبه الزرقاء اللي هي بتنشف الحشوات ده ليزر. ذس از نوت ترو، الليزر هو اللي بيشكل اللثه، ملوش دعوه بالحشوات. معنا حاله اسراء هي دكتور. دي حاله اسراء بالظبط. ده الجهاز ابتدي ان احنا نشكل اللثه بالليزر، ناخد انا شايفه زي ما انت شايفه كده، انا باخد الاول من الاسنان. تمام. باخد منها بقطع
اللثه تمام اهو ده البوزيشن اهو زي ما انت شايف انا عندي هنا قاطع وبعدين ناب فانا الاول بشكل اللثه باخد من اللثه ان انا اكني شيفتنج ذا توث او بحرك السنه ناحيه الشمال رفعت اللثه شويه رفعت اللثه شويه عشان يبقى الشكل متناسق اكتر متناسق لما احرك السنه تمام تمام فابتدي ان انا اعمل يمكن هو ده بيريبيت تاني بقى فبنبتدي ان احنا نشكل اللثه تشكيل اللثه ده هو ده البلاننج ما هو انت دلوقتي النهارده انا عندي جهاز ليزر وعندي مايكروسكوب وعندي جهاز بتاع الكمبيوتر بس ازاي هكومباين زم ان انا اعمل كومباينيشن او بلاندنج ان انا اقدر ان انا اشكل شكل اعمل الارت اللي احنا بنتكلم عليه فبنبتدي ان احنا زي ما اتفقنا نعمل تشكيل للثه ثم بعد كده هنبتدي بقى في الخطوه اللي بعديها تحضير السنان دايما يمكن المايكروسكوب ده من الحاجات التولز المهمه جدا عندنا في شغل الاسنان لان ده بيكبر المايكروسكوب الجراحي ليه لان ده بيكبر بشكل كبير جدا بيكبر لحد 40 مره دلوقتي في تجميل الاسنان بالظبط وفي علاج الاسنان ككل كل حاجه فبيبتدي ان هو يكبر لي الصوره 40 مره مثلا ولا حاجه فابتدي لما انا اكبر الصوره ابتدي اشوف لان احنا بنشتغل في محيط ضيق جدا طبعا الدنيا بتبقى اوضح اكتر جدا وبتساعدك اكتر ده بالاضافه لان اللايت بتاعه او الاضاءه بتاعته بتبقى جايه بطريقه معينه تمام. بحيث ان هي تضيء بالداخل لان احنا العين المجرده ما بتقدرش احنا عينينا بتشوف اللايت ريفلكتد الضوء المنعكس على العين فالبق ضلمه طبعا فلو انا مش شايف ما عنديش اضاءه كافيه وما عنديش كميه تكبير كافيه مش هقدر اطلع الدقه والكواليتي اللي انا عايزها تمام دكتور عايزين نتكلم عن المرحله اللي بعد كده وعن التركيبات الثابته باستخدام الكمبيوتر ما هو ده بقى الخطوه الثانيه ان احنا بعد كده شكلنا اللثه هبتدي بقى احضر السنان ابتدي بالمايكروسكوب بدقه عاليه جدا ابتدي ان انا اشكل السنان بتاعتي ان هي تتحرك هاخد من السنه دي زياده من اليمين وهسيب مش وهزود عليها من الشمال يعني انا عايز اقطع لو انا هقطع فيها من الاتجاه السبيس اللي هي كانت بتشتكي منه عشان هقطع من الناحيه الثانيه مش هقطع من السبيس ده هقطع من الناحيه الثانيه ما بين السنتين وبعض اشيل جزء تمام ثم بعد كده هنشوف اكتر في الفيديو يا دكتور بالظبط ادي اهو بالمايكروسكوب بنبتدي ان احنا نحضر السنان درجه تكبير عاليه جدا واحنا بنشتغل علشان نقدر نوصل للدقه اللي احنا عايزينها مفيش الم هي قاعده مفيش الم طبعا مفيش الم خالص ليه لان انت برضو خدي بالك التولز اللي بتستخدم او الادوات اللي بتستخدم صغيره جدا عشان ايه عشان خاطر ان هي بالمايكروسكوب فانا مكبر طبعا. فبشتغل باداه صغيره جدا فلما الاداه تبقى صغيره جدا الاثاره بتاعه العصب بتبقى مينيمال ما بيبقاش فيه اثاره لعصب السنه فتبتدي ان انت فانا ببتدي اشيل الجزء من السنه اللي هو بحيث ان انا اكني حركت السنه الجزء ده انا هزوده تمام. فين في الناحيه الثانيه تمام وابتدي ان انا اعمل تحضير للسنان من كل اتجاه بشيل 1 ملم هي الميزه بقى في ايه لما بتيجي انت تشتغلي من غير مايكروسكوب بتشتغل باداه كبيره فبيتشال جزء كبير جدا من ماده السنه الطبيعيه فبيجي يحصل بقى ان السنه تتكسر ويحصل الم وياخد الناس الباد اكسبيرينس او الفكره الوحشه عن علاج السنين انما لما انا بشتغل بالمايكروسكوب انا بشيل كميه صغيره جدا هي ال1 ملم ولكن انا مثلا في حاله اسراء سبيشال كيس ليه لان انا محتاج ان انا اشيل من ناحيه 2 ملي ومن ناحيه مش اشيل حاجه خالص فاهم قصدي ليه عشان احرك السن انما في الوضع الطبيعي لما باجي اعمل كفر لو انا هعمل كفر كامل فبالتالي بشيل 1 ملم من كل الاتجاهات لو انا هعمل قشره فبالتالي بشيل 1 ملم من بره بس ده تمام. بيبقى لما بتيجي مثلا تعمل القشره ده انت في طبقه المينا بس فبيبقى طبعا يعتبر اكني ما شلتش حاجه يعني ال1 ملم ده ورقه سيجاره يعني حاجه رفيعه جدا حاجه كمان بتكون دقيق عشان انا برضو سمعت ان البرد كتير بيسبب مشكله كبيره جدا ان هي كشف العصب والمشاكل بالزبط دي بالظبط كده فبالظبط فعشان كده لما بتشتغلي بالمايكروسكوب ما بيحصلكيش المشاكل دي طبعا. ان انا اولا ببقى دارس في ناس كتير كانوا بيقعوا في المشاكل دي بسبب البرد الكتير طبعا طبعا طب دكتور عايزين نتكلم ازاي بنلزق او بنثبت السنه تمام هو لسه الاول ما احنا لازم قبل ما نثبت السنه لازم نعملها تمام كويس فاحنا الاول بنحضر السنه زي ما انت شايفه كده طبعا شايفه قريبين جدا من اللثه في التحضير بنفنش السنه بشكل مختلف واحنا بنحضر بالمايكروسكوب ليه علشان هو ده اللي بيسبب الالتهابات دايما اللي ما بين اللثه والسنان ان الفينشنج او الشغل يبقى ايه الرجل اللي عارفه لو سطح السنه ده متعرج التركيبه هتيجي تركب عليه هيبقى في فراغات ما بينهم وبين بعض هتجمع بكتيريا هتعمل الريحه الوحشه في التركيبات هتعمل التهابات في اللثه هتعمل مشاكل كتيره جدا فالتحضير زي ما انت شايفه از 1 ملم انا بشيل ملي واحد بالظبط بالمقاس
من السنه ابتدي ان انا حاجه رفيعه جدا وابتدي ان انا احضر ما اشيلش كتير من السنه والفينشنج السطح بتاعها يبقى املس جدا. كان زمان قبل كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد بقى عجينه وتروح المعمل ونعمل الشغل المانيوال. دلوقتي في قصه ثانيه، يعني دلوقتي في طبعا التكنيك الثاني از بروفن وبيطلع ريزلتس الناس بتعمله، بس هو احنا عندنا تكنيك مختلف اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا بقدر ان انا بدل العجينه دي اشتغل بالاصور بكاميرا تعمل لي المقاس الضوئي، ان انا اصور الموديل اصور البق بشكل ضوئي يطلع لي السنان على الكمبيوتر ابتدي احط عليها الكفرز اللي انا عايزها فيرتشوالي او بالشكل اللي انا عايزه، المريض يشوفها اركبها على وشه تمام. يشوف شكل السنان، طب انا عايز ازود دي انا عايز اقلل دي، نعمل الايديال شيب لو انا عايز اعمل اكستريم ميك اوفر، يعني انا عايز اعمل السنان كلها فابتدي ان انا اشكل الشكل واوري على المريض انا عايز السنه دي شكلها طويله قصيره الانجل بتاعتها مايله كده. هنشوفها اكتر كمان في الفيديو يا دكتور هيتعلمين عليه. فبنبتدي ان احنا زي ما انت شايفه ده مقاس الضوئي بدل المقاس العجينه تمام. بنبتدي ان احنا نشوف نصور بشكل ثلاثي الابعاد زي ما انت من ورا كمان من كل الاتجاهات، وبنصور السنان المقابله وبنصور العضه بنصور كل حاجه نجهز شكل كامل للاسنان. معانا ده التجهيز يا دكتور، ده التصوير تمام بدل المقاس، ده المقاس يعتبر اكنه المقاس تمام. فابتدي اخد موديل يطلع لي موديل زي الموديل اللي كنا بناخده من المقاس بس ديجيتال رقمي على الكمبيوتر تمام. ابتدي اخد الموديل ده وابتدي اصمم عليه بقى شكل السنان، اعمل بقى انا عايز هعمل هنا القاطع هعمل جنبه قاطع تاني هعمل ناب على الزرعه اللي احنا حطيناها. طبعا الزرعه بتتحط من غير بقى جراحه ومن غير فتح ومن غير يعني البنت ما حسيتش باي حاجه، احنا واضح ان هي مفيش اي حاجه ولا في الم بالظبط. بنحط هنا قاطع وقاطع ده المكان الناب، لو تفتكري ده كان الناب اللي احنا حضرناه السنه اللبنيه القديمه. لا اللبنيه اتشالت خلاص ده وحطينا مكانها زرع تمام فده القاطع تمام بتاع اللي كان ناب واللي جنبه القاطع اللي كان سبيسد اللي كان فيه مسافه شفتناه او زحناه رحلناه شويه وده اللي كان ناب حضرناه وحطينا عليه قاطع، وده على الزرعه الزرعه الجديده اللي احنا عملناها اللي اتحطت من غير جراحه، اتحطت من خلال اللثه شال الناب اتحط في ساعتها الزرعه من غير ما البنت تحس باي حاجه تمام. فنبتدي ان احنا زي ما انت شايفه ده مرحله التصميم، اللثه اللي احنا حضرناها برده بالليزر زي ما انت شايفه، انا الشيفتنج اللي انا عملته او الترحيل اللي انا عملته في اللثه خدم الكمبيوتر ان هو عارف ان هو دلوقتي لا ده مكان السنه تمام، يبقى انا جهزت اللثه بالليزر بالكمبيوتر وجهزت السنان بالمايكروسكوب للكمبيوتر، فالكمبيوتر مش هيقدر يطلع ريزلتس من دماغه، ما هو لازم تبقى الدنيا اورينتد واورجنايزد ان هو يبقى عارف يشوف حاجه معينه يشتغل عليها بروبوزل الاوردر اللي حضرتك بتديهوله. طبعا يعني انت النهارده لازم لما تيجي اكنك بتطبعي ورقه فلازم تحطي له الورقه المظبوطه، لو حطيتي له ورقه تانية مش هيشتغل. نبتدي بعد كده خلاص انا عايز اطبع بقى، انا شكلت السنان دي انا عايز اعمل بقى السنان دي، نبتدي نحط بلوك بورسلين نقي جدا نبتدي نحطه في حاجه مكنه زي المخرطه كده بتشكل لي اكنها 3D برينتر بس هو بتخرط عن طريق الخرط، تبتدي تشكل لي الاسنان من اللي احنا عملناه، هي بتطبع بالظبط اللي احنا عملناه، السنان اللي احنا بنركبها البورسلين اللي احنا بنركبها البورسلين ده بلوك بورسلين نقي، تبتدي ان هي تخرطه بالبرنت اللي احنا عملناه، يعني انا شكلت حاجه هي تطبعها على البرينتر ده تمام، تبتدي البرنت اللي احنا عملناه وتطلع لي النتائج اللي انا عايزها الشكل المظبوط اللي حضرتك اديته له او الاوردر بتاعه بالظبط. ابتدي اخد السنان دي بقى، السنه بتبقى نفس الشكل اللي انا قلت عليه ولكن بيبقى فيها الكومن كلر بس، يعني انا السنه كلها مثلا بتبقى لونها شيد معين او درجه لون معينه، ابتدي بقى انا بالفرشه امسك الفرشه واقعد الون بقى، يعني في هنا مثلا حته لونها ابيض حته لونها بني حته لونها مش عارف ايه، ابتدي الاول افنش السنان واخدها في بق العين واقعد امسك الفرشه واقعد الون تمام. ده بقى التاتش او الارت اللي احنا بنتكلم عليه، يعني هي ماشين بس معاها فيها تاتش اوف ارت عشان خاطر تقدر تطلع البلند اللي احنا اتفقنا عليه تمام. فيمكن الفيديو ده هيوضح الاول بنعمل فينيشنج، انا بعمل فينيشنج ازاي بقى، بعمل فينيشنج للسنان اللي جنبها عشان اوصلها لدرجه اللمعان
اللي هي بقت جميله جدا ومتناسقه جدا. دول الثلاث سنان اللي احنا حطيناهم والثلاث سنان اللي على اليمين اللي هم القدام، يعني اللي على اليمين دول بتوعها هي احنا ما لمسناهمش، واللي على الشمال دول اللي هم اللي احنا حطيناهم جداد. فبنبتدي ان احنا ناخد بقى الفرشه. انا عندي هنا في جزء ابيض في السنه كمان طبيعيه جدا باينه بالظبط، حتى الرتوش بقى، حتى الجروفز، حتى كل حاجه بنقعد نعملها ونشكلها بعد ما الكمبيوتر بيعمل، بنبتدي نعمل وراه بقى الفينيشنج الاخراني عشان نطلع بتشبه من العين. انا مثلا دي كده دي كده هي اللي بتقدر تقول لحضرتك ديفينتلي. ايوه بالظبط. فبنبتدي ان احنا ناخد الالوان دي ونقعد نلون، وبعد كده بتقعد لها 10 مينتس في الفرن ولا حاجه علشان تثبت اللون ده، وبناخدها بعد كده ان احنا نلزقها. طب على ازاي يا دكتور بقى بنقدر نثبت او نلزق السنه؟ والله يبقى في طريقه معينه، ماده لزق مخصوصه، بحيث ان البورسلين ده هو 95% زي المينا، فيبتدي ان هو يتلزق مع العاج بتاع السنه بشكل ان هو يبقى هو السنه حته واحده. يبقى انا اكني دايما بقول للمرضى دكتور انا شلت مينا وحطيت مينا زي المينا بالظبط، لان البورسلين ده ما هوش بقى المعدن ولا الزيركون ولا الكلام ده كله، حاجات طبيعيه كلها. ده حاجه جلاس سيراميكس، نوع من انواع البورسلين الزجاجي، 95% زي المينا الطبيعيه بالظبط، نفس درجه الشفافيه. يعني انت لو شايفه الاضاءه باينه شكلها طبيعي جدا، نفس درجه الشفافيه، نفس درجه ال 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 القوه، نفس يعني اكنها سنه طبيعيه بالظبط. بنبتدي ان احنا نلزقها بقى، المريض بياكل ويشرب عليها في ساعتها في نفس اليوم، وفي جلسه واحده هو خلص من ساعه ما حضر السنان لحد ما لزقها، هو خلص طلع بنيو لوك وحاجه واو ان نو تايم. يعني مثلا اكيد برضه هي طلعت مبسوطه جدا يا دكتور، حضرتك حولتها طبعا وطلعت اسنانها متناسقه. طب معانا تقرير كده هنشوفه يا دكتور. اخيرا خلصت السنتين اللي قدام، ومش متوقعه ان هم يكون شكلهم حلو كده. انا حتى ببص على نفسي في المرايه ازاي يعني اسناني تبقى بالظبط زي، مش عارفه افرق انهي اسنان بالظبط بتاعتي وانهي اسنان اللي معموله، غير ان انا خلاص هعمل ناب ومش خايفه خالص ان اعمله، ومتاكده ان هو هيطلع شكله حلو وهيكمل بقيه سناني. ودلوقتي طبعا بقيت اقدر اخد سيلفي براحتي. حاجه جميله جدا يا دكتور، تسلم ايدك. بكده تكون خلصت فقرتنا النهارده، اتكلمنا عن تجميل الاسنان، وان شاء الله تكون فقرتنا عجبت كل الساده المشاهدين. ان شاء الله تكون معانا في فقرات تانية يا دكتور. كان معايا النهارده ضيف اللي كان منورنا الدكتور شادي علي حسين، مدرس علاج الجذور كليه الطب الاسنان جامعه عين شمس، وزميل وعضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان الولايات المتحده الامريكيه. وبكده تكون خلصت فقرتنا، انتظرونا في فقرات تانية وتخصصات مختلفه وطبيب الحياه.